نتحدث بالتفصيل أكثر عن أداء الأسواق العالمية مع ضيفي رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب اليوم. أهلا بك رائد. اللون الأحمر كما ذكرت في بداية جلسة الأسواق العالمية في بداية التعاملات طغى على معظم الأسواق العالمية هذا اللون، ما هي الأسباب؟ طبعا بلا شك كان في عندنا ضغط كبير لاحقة للأسواق الأمريكية التي كانت قد أغلقت على تراجعات انخفاض خلال تعاملات يوم أمس. أيضا خلال تعاملات الفترة الآسيوية كان عندنا هذا الضغط والاتجاه المنخفض بنتيجة ضعف بعض الأسهم، بعض أسواق الأسهم، وعلى رأسها كان عندنا تراجعات شركة أبل. إجمالا في عندنا ضغط كبير على أسواق الأسهم في الوقت الذي تعود إلى الارتفاع بعض الشيء فيه أسعار الدولار الأمريكي، طبعا على خلفية أن هناك بعض التخوفات أو التقلبات داخل الاقتصاد الأمريكي في الفترة الماضية التي انتهت بإيجابية نوعا ما للاقتصاد وعودة للدولار الأمريكي للارتفاع. أما فيما يتعلق بأسواق الأسهم على وجه التحديد أو المؤشرات إجمالا، فهناك نوع من عملية تصحيح بعد الارتفاعات الكبيرة وعمليات جني أرباح كانت قد حدثت على أسواق الأسهم، لذلك رأينا هذا التصحيح لكن لم يصل إلى مرحلة تصحيح عميق بشكل كبير، وبالتالي ممكن أن نعود إلى الاتجاه الصاعد على الأسواق الأسهم مجددا مع تحسن أسعار النفط مع تحسن أداء الشركات في الفترة القادمة. أيضا بالنسبة للدولار الأمريكي رأينا بأنه يستعيد قوته خلال هذه الفترة، هل هي عودة مؤقتة قبيل رفع أسعار الفائدة أم هناك أسباب أخرى؟ تماما، يعني قوة الدولار الأمريكي طبعا بعد انخفاض حاد كان خلال شهر يناير، يعني يعادل تقريبا أكثر مما انخفضه خلال تعاملات العام الماضي ككل، عاد المؤشر الدولار الأمريكي للضغط بالاتجاه المنخفض. إنما عودة الارتفاع التصحيحي لا تزال في مفهوم تصحيح مؤقت للدولار الأمريكي. ممكن أن يكون هناك بعض التفاؤل الإيجابية فيما يتعلق بقرار أسعار الفائدة، إلا أنه يعني إجمالا الاتجاه العام للدولار الأمريكي تحت الضغط بالاتجاه المنخفض، سواء من السياسات المالية التي تستهدف مزيد من الإنفاق أو السياسات النقدية التي لا تزال تثقل موضوع التضخم المتراجع على قرار أسعار الفائدة أو على رفع أسعار الفائدة. وطالما هذا التخوف لدى الفيدرال الأمريكي موجود، ممكن أن يكون هناك تأخير برفع أسعار الفائدة وهذا سلبي للدولار الأمريكي. أيضا بالنسبة لليورو والجنيه الاسترليني لاحظنا بأن هذه يعني هالعملتين سجلوا مكاسب خلال هذه اللحظات، هل هي أسباب متعلقة بالبيانات التي ظهرت مؤخرا أم هناك أيضا أسباب؟ بلا شك البيانات التي صدرت اليوم كانت إيجابية بالشكل الكافي التي تدفع تعاملات اليورو والجنيه الاسترليني للارتفاع. رأينا بعض الارتفاع التصحيحي بعد تراجعات يوم أمس اللي يعني كانت واضحة أنها عمليات تصحيحية وانخفاض مؤقت على اليورو وعلى الجنيه الاسترليني. عودة الدولار الأمريكي تحت الضغط أمام هاتين العملتين هو بفعل البيانات الإيجابية التي صدرت من المنطقة الأوروبية والتي تدعم بشكل كبير ارتفاع اليورو، خصوصا أنه أيضا اليورو بنى مستويات دعم مهمة ويستند عليها، بالتالي إمكانية العودة للارتفاع إلى ما فوق مستويات 1.24 بالنسبة لليورو الدولار الأمريكي أو بالنسبة للباوند العودة فوق مستويات 42 بالاتجاه الصاعد مفتوحة خلال الفترة القادمة حتى لو كان هناك حديث عن رفع أسعار الفائدة. أيضا بالنسبة للنفط كان قد وصل مستويات 70 دولار خلال جلسة الأمس، اليوم نراه يفقد مستويات 70 دولار عند 69 دولار تقريبا، إلى أين يتجه؟ طبعا مرده أيضا إلى عودة قوة الدولار الأمريكي، وبالتالي كان عندنا تراجع بكل السلع المقيمة بالدولار الأمريكي، ذهب والنفط كذلك الأمر، وإنما لم يتغير حقيقة يعني أساسيات فيما يتعلق بانتعاشة النفط أو الرالي الذي كان قد سلكته أسعار النفط في الفترة الماضية، واللي هي مدعومة بالاتفاق ومدعومة باتفاق تجميد النفط وتجميد الإنتاج، وكذلك مدعومة بنمو الطلب العالمي. بيانات مثل صدرت من أوروبا اليوم قد تدعم عودة الارتفاع أسعار النفط مجددا بالاتجاه الصاعد، وبالتالي عمليات اللي نحن عم نشهدها على تراجع على النفط قد تكون عمليات جني أرباح وتراجعات محدودة وضيقة.
هل سنعود لمستويات 70 مرة أخرى؟ من المتوقع بشكل كبير، لأن أساسيات السوق لا تزال تدعم اتجاه صاعد، ويوجد هناك الحيز الكافي لمزيد من الارتفاعات. بالنسبة للبرنت أن يعود فوق مستويات 70 وصولا إلى 75، وبالنسبة لدبليو تي آي أن يلامس مستويات 70 خلال الفترة القادمة بدعم من النمو في الطلب، يعني المشروط بتعافي اقتصادي عالمي وتحسن في البيانات. ولعل الصين التي أظهرت بيانات النمو للربع للعام الماضي أعلى من التوقعات، هي ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، هي قاطرة هذه الدول التي تظهر بيانات إيجابية فيما يتعلق بالنمو وبالتالي تحسن الطلب العالمي. نعم، إذا رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لتواجدك معنا ولمعلوماتك. شكرا.